انا معايا على الهاتف المهندسه سلوى السعيد مديره ري غرب السنبلوين. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ. انا الاول بشكرك على هذا الجهد الرائع. الله يحفظك يا فندم. نفذتم ايه لغايه دلوقتي بقى؟ احنا في خلال الهندسه اللي عندنا تم تقريبا تسليم الابتدائي لترعتين باطوال حوالي 10 كيلو وجاري عمليتين باطوال حوالي 12 كيلو. هات لي قلبين الصور. اي فندم. وتم طرح اعمال تاهيل ترعتين كبار باطوال 28.5 كيلو، عمليتين كبار جدا باعتمادات ماليه اكبر من 100 مليون جنيه. دي ايه الصوره دي؟ عباره عن ايه اللي هي دي الماسوره دي؟ دي المساء المراوي الخصوصيه، المساء الخصوصيه. ايوه فندم. هو طبعا احنا دلوقتي مشروع تاهيل الترع تقريبا على مستوى الجمهوريه وصل ل 2600 كيلومتر. ايوه من 33000. بدا في قرار وزاري بقى مشترك تم ده قرار بين جناحي الري والزراعه، قرار وزاري مشترك رقم 161 بتأهيل جميع المساء الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث. أيوة. في 18 محافظة على مستوى الجمهورية. ممتاز. ده باشتراك بقى مع قطاع التعاون في هذه المحافظات، صح؟ طبعًا. ده مشترك بقى أقصى تعاون بين الري والزراعة. لأن كانت الجمعية هي المسؤولة عن ده وتلم الفلوس من المزارع وتجيب مقاول، فأنتم دلوقتي بتنفذوا لهم وهم يدفعوا. هو طبعًا في تصديق مشترك كبير. ولازم مجلس إدارة الجمعيات الزراعية يوافق على التأهيل المسأة والتأهيل بالشكل اللي هيريح المنتفعين على المسأة، وطبعا المنتفعين كلهم لازم يبقوا موافقين. وطبعا لازم برضو بدأنا نجمع الفتحات الري اللي على الترع وعملنا روابط على المساء الخصوصية زي ما احنا عندنا روابط على الترع العمومية. تمام. وبنحصر بقى الأبار الجوفية، يعني في أجزاء بتروي من أبار جوفية مش من مسائي، ازاي نقدر نقنن الاوضاع بتاعتهم. وبدا بقى تاهيل المسائي في كامل الجمهوريه دلوقتي، يعني وصل مثلا 500 كيلو على مستوى الجمهوريه. ممتاز. في مشاكل بتقابلكم؟ طبعا يا فندم، طبعا مسائل الخصوصيه دي املاك خاصه اهالي. ايوه. فطبعا بيبقى في مشاكل في نزع الملكيه وكذا، لكن طبعا ما دام الجمعيه الزراعيه اللي منوط بيها المكان موافقه وجابت موافقات كافه المنتفعين بيتم الانتهاء من اي مشاكل. انتوا يهمكم ان الزمام او الحوض ده يستفيد الاهالي منه بطريقه ري حديثه. ده الهدف. طبعا. احنا محتاجين ان كل نقطه ميه الوقت توصل للنبات في خلال طريق مفتوح. من الترعه المتاهله للمساء المتاهله لان كان الري بالتنقيط لغايه النبات نفسه اي نقطه ميه ماشيه في الترعه. الاماكن اللي تم تسليمها المزارع رايه ايه بعد ما شاف التطوير؟ الاماكن دلوقتي الفلاحين يعني عادت ايه بقت حاجه جميله، بقوا بيتباهوا ان العزبه الفلانيه تم تاهيل الترعه بتاعتها قبل القريه العلانيه. تمام. فدلوقتي بقى يقول لك احنا من الحته الفلانيه اللي ترعتها اتاهلت قبل المكان الثاني. انا معايا في الاستوديو مشرفني على فكره الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعه عين شمس السابق. اهلا بيك. وهو كان حابب كمان يشوف التطوير ده ومعجب بهذا المجهود يعني. طبعاً. شكرا لحضرتك. نتشرف بيه. شكرا جزيلا لحضرتك. بالتوفيق. بشكرك المهندسه سلوى السعيد مديره ري غرب السنبلاوين، وده جانب من اللي بيتم على مستوى طبعا جميل. طبعا ده حاجه عظيمه.